أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. من المواقع المحلية أغرب دعوة أهلية لتنظيم حركة السير في عدن. ومن الشرق الأوسط تسجيل أعلى درجة حرارة للأرض منذ أكثر من 100 عام. ومن أخبارنا المنوعة، رئيس دولة أوروبية يساعد في إنقاذ امرأتين من الغرق. أهلا بكم. إصابة الطفلة رويدة في تعز برصاص قناص حوثي احتلت الصفحات الرئيسية في المواقع والأخبار اليمنية، ووجدت الصورة المؤلمة أثناء محاولة طفل إنقاذها وسحبها إلى مكان آمن طريقها إلى الانتشار. ونطالع من موقع بلقيس، إصابة طفلة بجروح بليغة برصاص قناص حوثي شرقية مدينة تعز. قال شهود عيان إن قناصا حوثيا يتمركز في تلة الذهب بمنطقة كلابة أطلق النار على الطفلة رويدة حين كانت تسير في الشارع الرئيس مع شقيقها، ما أدى إلى إصابتها في الرأس. ذكر الشهود أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى وهي في وضع حرج. وتستهدف ميليشيا الحوثي سكان مدينة تعز مرارا بعمليات القنص، حيث لا تزال تتمركز في أطراف المدينة. أما موقع المشاهد نت فقد نقل عن شهود عيان قولهم أن الطفلة رويدة صالح ذو 7 أعوام أصيبت في الرأس برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المتمركزين في معسكر الأمن المركزي. أشار الشهود إلى أن الطفلة تعرضت للقنص عندما كانت تجلب المياه في حي الروضة شمال شرق المدينة. من جانبه وصف الطبيب سامي الأبيض إصابة الطفلة بالخطيرة، موضحا أن الرصاصة اخترقت رأسها من الخلف وخرجت من منطقة فوق الأذن. وقال للمشاهد أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للطفلة في مستشفى الروضة ليتم نقلها بعد ذلك إلى العناية المركزة بمستشفى الصفوة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر لحظة قيام شقيق الطفلة بسحبها لإسعافها، ودشن ناشطون وإعلاميون هاشتاغ طفلة الماء منددين باستمرار القصف الذي يتعرض له المدنيون في تعز. معلقا على صورة الطفلة المصابة كتب فؤاد راجح مقاله الذي تنشر بلقيس مقتطفا منه. سألوني ذات مرة في مؤتمر يتحدث عن الصدمات النفسية التي يتعرض لها الصحفي في مناطق الصراع، كبرت وقلت لهم أنا صلب وليس لدي أفكار عن هذا الموضوع، كنت أكذب. الصدمة التي تتولد عندي عندما يقتل ميليشي أو يقنص متطرف طفلاً جائعاً أنهكته الحرب لا تقل عن الصدمة التي ولدتها قنبلة هيروشيما. روحي وقلبي يبكيان وبقوة، وأشعر بخيبة لو وزعت عليكم لهزمتكم جميعاً. كلما نظرت إلى جسد طفلة مزقته طائرة حربية أو هشمت جمجمته رصاصة قناص، أنظر إلى نفسي في المرآة وأقول: هل أكلت حتى امتلأت؟ هل مارست الرياضة وتأملت في عضلاتك؟ ثم أسأل: هل تشعر بأنك آدمي؟ كل رجل مفتول العضلات يسأل نفسه: من للأطفال الذين يقتلهم المارقون في اليمن؟ صحيح أننا لا نستطيع أن نوقف الحرب، لكننا نستطيع أن نساعد هؤلاء الأطفال. ابني وابنتي يجعلان مني أبا لكل طفل في العالم. أنا حزين والخيبة تقتلني. كشفت منظمة دولية عن غمر مياه الأمطار والفيضانات لنحو 30 كم² من الأراضي في محافظة مارب شرقي اليمن، ويعنون موقع المصدر أونلاين: منظمة دولية بحيرة سد مارب توسعت والمياه غمرت نحو 30 كم² من الأراضي المجاورة. قالت منظمة يونوسات التابعة للأمم المتحدة أن خارطة المياه السطحية التي أظهرتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى غمر المياه لنحو 30 كم² من الأراضي في مارب.
أضافت المنظمة في تقريرها أنها درست وحللت الصور الملتقطة من القمر الصناعي في 5 أغسطس الجاري وقارنتها بصور ذات القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في يوليو الماضي، والتي غطت مسحة نحو 1700 كيلومتر مربع من مساحة محافظة مارب. وتظهر الخارطة التي نشرتها المنظمة أن معظم الأراضي التي غمرتها المياه تقع في محيط بحيرة سد مارب والبحيرات المتفرعة من قنواتها الرئيسية، إضافة إلى الأراضي الواقعة على طول وادي المفيض المتفرع من بحيرة السد باتجاه منطقة الفلج ومديرية الوادي. استمر فيضان السد نحو 10 أيام من الموقع المخصص للمفيض من الجهة الجنوبية لبحيرة السد، ووصل الفيضان ومياه السيول المتدفقة عبر الصحراء الشرقية إلى منطقة العرقين، متجاوزة الخط الإسفلتي إلى الجهة الشمالية، ما تسبب في أضرار كبيرة بالأراضي الزراعية والطرقات. الخبر الذي نشره موقع عدن الغد، وإن بدا ساخرا إلا أنه يحمل الكثير من المعاني لما وصلت إليه واحدة من أقدم المدن العربية. وعنوان موقع عدن الغد: دعوات بعدن لتنظيم حركة الحمير في الشوارع. قال الموقع: وجه مواطنون في العاصمة عدن دعوات للسلطة المحلية لتنظيم حركة الحمير في الشوارع. وقال المواطنون لعدن الغد إن الحمير باتت تسلك شوارع العاصمة عدن بشكل عشوائي، ما يشكل خطرا كبيرا. أضافوا بأن حركة الحمير العشوائية في شوارع عدن تسببت بالعديد من الحوادث المرورية التي أدت إلى خسائر مادية كبيرة بسيارات المواطنين. كما وجه المهندس خالد الصبيحي مناشدته إلى محافظ عدن ومدراء المديريات لتنفيذ حملة لإبعاد الحمير عن الطرق الرئيسية، مطالبا بضرورة منع حركة الحمير في الشوارع وإلزام مالكها بذلك. ولجأ العديد من أهالي مدينة عدن والوافدين إلى المدينة لتربية الحمير، وذلك لمساعدتهم في جلب المياه من مناطق بعيدة عن مساكنهم إثر توقف إمدادات المياه إلى منازلهم منذ فترة طويلة. الكاتبة سونيا الشهابي كتبت مقالها عن الطفلة رويدة، ونشر المقال في عدن الغد. لقد أحاط الله الطفلة بعنايته، وستبقى لعناتها تتساقط عليك أيها المجرم ما دامت على قيد الحياة. ويظل السؤال: ما ذنبها؟ يا أنت يا قانصها، ستغرقك اللعنات الممزوجة بدموعها التي سقطت منها. أقنصتها لتتسلى بدمائها بلا سبب؟ ستحرقك بشعورها الذي شعرت فيه أثناء عبثك بروحها البريئة. ستهلكك دعوات والدتها وشعورها بالموت بدلا عن ابنتها، وستشعل نيران القهر قلبك يوما ما، وسيدمرك خوف كل من كانوا حولها ولم يستطيعوا أخذها كي لا تقتل أحدهم رصاصة أخرى. أي إجرام تتسمون به؟ سيكون يومك عسيرا، يوما ستدور الدوائر عليك وتلقى حتفك على يد من لا يخاف الله ولا يرحمك. ما ذنبها؟ تسقط مرمية على الأرض دون ذنب أو سبب، وهي تبحث عن الماء كي تروي عطشها، فأروت ظمأ الأرض بدمها النقي الطاهر. ما هذا العبث؟ تعز، تستغيث بك يا الله. نشرت مجلة علمية متخصصة بحثا يفيد بأن مجموعة من العلماء اكتشفوا شيئا جديدا في فم الإنسان لم يرصد من قبل، بعد أن ظن أغلب العلماء أن الفم أصبح واضحا لهم بجميع أسراره. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، هناك خلايا ذوقية متخصصة بكل نوع من المحفزات بعد الشعور بنوع معين من النكهات، لكن الباحثين اكتشفوا نوعا جديدا لم يرصد في وقت سابق. كان العلماء قد اقترحوا سابقا إمكانية وجود براعم تذوقية يمكنها اكتشاف مجموعة واسعة من المحفزات، لكن اقتراحاتهم بقيت عبارة عن فرضيات غير مثبتة، إلى أن جاءت مجموعة العلماء هذه لترصد نوعا جديدا من الخلايا الذوقية القادرة على استكشاف مجموعة متنوعة من المحفزات في دراسة جديدة طبقت على الفئران. أفاد البحث بأن هذا النوع الفريد من الخلايا يمكنه اكتشاف ونقل الإشارات من جميع أنواع الذوق، و
باستخدام مسارات متعددة إلى الدماغ. كتب الباحثون أن هذه الدراسة تصف مجموعة جديدة من خلايا التذوق التي يمكنها اكتشاف أنواع متعددة من المنبهات، بما في ذلك المواد الكيميائية الناتجة عن المنبهات المختلفة. التغير المناخي يؤثر على الحياة في الأرض. يقول موقع عربي بوست أنه تم تسجيل أعلى درجة حرارة بالأرض خلال أكثر من 100 عام. هيئة الطقس الوطنية الأمريكية تحدثت عن ارتفاع في درجة الحرارة بمنطقة فيرنس كريك في وادي الموت بجنوب صحراء كاليفورنيا وصلت إلى 54.4 درجة مئوية. الهيئة قالت أيضا إذا تأكد ذلك فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أضافت أن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق هو 56.7 درجة مئوية سجل في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913. ونشر بحث في دورية الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية أظهر أن العام الماضي كان من بين أكثر السنوات دفئا على الإطلاق منذ بدء التسجيل، وشهد ذوبانا للكتل الجليدية وارتفاعا في مستويات البحار وسلسلة من حرائق الغابات والجفاف. العالم العربي ينفجر. تحت هذا العنوان كتب أيمن يوسف مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا: لم يكن انفجار مرفأ بيروت سوى انعكاس لانفجار الوضع السياسي والاقتصادي المعيشي في لبنان بل وفي العالم العربي ككل. إنه استعارة لحظية لعدة انفجارات داخلية لم يسمع صوتها. لقد أصبحت منظومة الفساد أكبر من الدولة، هكذا قال حسان دياب رئيس الوزراء المغلوب على أمره في خطاب الاستقالة. لقد تجاوز الفساد كل خطوط قوس قزح حتى وصل إلى القاع فارتد على نفسه ثانية فوقع الانفجار. فهل تستفيد باقي الشعوب والأنظمة في المنطقة من الدرس قبل فوات الأوان؟ الانفجار كان مفاجئاً في التوقيت ربما، لكن الحدث العظيم كان قادماً لا محالة، فكل المقدمات والمؤشرات كانت حاضرة والمسألة كانت مسألة وقت لا أكثر. عندما انسحبت القوات البريطانية من سوريا الكبرى تاركة وراءها حليفها الملك فيصل وثواره العرب، متيحة المجال للقوات الفرنسية للتقدم كما فعلت في فلسطين لاحقا، متيحة المجال للعصابات الصهيونية هناك للاستئثار بالأرض. استطاع غورو القائد الفرنسي سحق الثورة العربية وطرد الملك فيصل سريعا، ولكن ذلك لم يكن الأسوأ، إذ أن الاستعمار الفرنسي قام بتقسيم سوريا الكبرى ومن ضمنها ما يعرف اليوم بلبنان إلى مناطق طائفية وعرقية، وجعل لكل منها ما يعرف بمناطق الحكم الذاتي تنفيذا عمليا لاستراتيجية فرق تسد. وكان لهذا التقسيم فعل السحر، إذ لم تقم قائمة للقومية العربية الحقيقية بعد ذلك، وكل ما جنيناه هو شعارات فارغة أثبتت عقمها وفشلها الذريع على أرض الواقع. نجحنا من خلالها بإخفاء اختلافاتنا وانقساماتنا فقط، ومع أول شعلة للثورة السلمية في سوريا مع انتفاضة الربيع العربي ظهر الانقسام الحقيقي، وبدا أن الثورة هي ثورة سنية في وجه العلويين والشيعة والصفويين، رغم أنها كانت ثورة اجتماعية ضد الطغيان والفساد. وزاد الطين بلة دخول حزب الله على الخط وإمعانه في تأكيد الحرب الدينية بترسيخه للطائفية. الصحافة الدولية تابعت عملية الإنقاذ التي قام بها أحد الرؤساء وعنون موقع البي بي سي: رئيس البرتغال يساعد في إنقاذ امرأتين من الغرق، حيث ساعد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا في إنقاذ امرأتين واجهتا مصاعب في البحر بالقرب من شاطئ الغارفي عندما انقلب قاربهما. التقطت صورة للرئيس البالغ من العمر 71 عاما يوم السبت وهو يسبح باتجاه المرأتين اللتين كانتا تصارعان الأمواج في البحر. وأبلغ الرئيس الصحفيين في وقت لاحق بأن المرأتين كانتا قد انجرفتا بفعل التيارات المائية القادمة من الشاطئ المجاور
إلى الخليج، ويمضي الرئيس حاليا إجازة في المنطقة في مسعى منه لتشجيع السياحة هناك، ويعتمد اقتصاد البرتغال بشكل كبير على السياحة في البلاد التي تأثرت كثيرا جراء انتشار وباء كورونا. وسجل شريط فيديو اللحظة التي سبح فيها الرئيس في البحر من أجل مساعدة المرأتين. كان رجل آخر قد وصل بالفعل إلى المرأتين وكان يحاول المساعدة في قلب القارب، بينما كان شخص يركب مزلجة مائية قد اقترب لمد يد المساعدة. ذكرت الشرطة الألمانية أن قطة تونسية انتهى بها المطاف في ألمانيا بعد أن علقت داخل حاوية شحن في رحلة استثنائية عبر البحر المتوسط، وفقا لموقع الدي دبليو الألماني والذي عنون قطة تونسية تبحر وحيدة عبر المتوسط وتدخل ألمانيا بطريقة غير قانونية. قال متحدث باسم الشرطة في منطقة أورنتن فرانكن بولاية بافاريا جنوبية ألمانيا حيث عثر على القطة أنه ربما قفزت القطة على مقطورة في تونس، وعبرت القطة البحر واليابسة لينتهي بها المطاف في شركة ألمانية، حيث اتصل موظفون بالشرطة بعد سماع ضوضاء من داخل الحاوية، ثم عثر ضباط الشرطة على القطة ووضعوها في صندوق مخصص للنقل يوم الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع، إلا أن القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة، وقالت الشرطة أن طبيبة بيطرية محلية تعتني بها في الوقت الحالي. يخاطر العمال الفلسطينيون بحياتهم عند عبور الحدود من أجل الحصول على لقمة العيش عبر العمل في إسرائيل، حيث يتعرضون للملاحقة من قبل قوات الاحتلال التي تعتدي عليهم بالضرب والاعتقال، وتصل في أحيان كثيرة إلى إطلاق النار نحو العمال، مما أدى إلى إصابات في صفوفهم واستشهاد عدد منهم. صحيفة القدس العربي نشرت هذه الصور التي سنشاهدها معكم في جولتنا المصورة. فنانو الكاريكاتير ينقلون وجهات نظرهم عبر رسومات بسيطة لكنها عميقة الدلالة والمعنى. مجموعة من هذه الرسوم انتقيناها من مواقع وصحف اليوم. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.